في جائزة آراء تيم يوحمد سيليس الشباب وزواج الأكثر موثوقية. هو صحيح صحيح صحيح. حتى في الشباب عندما لا يكون هناك أمر إلهي فإن أعلى البشر من حيث روح والعقل الحميد والأخلاق سيدنا الذي هو أعلى الناس من جميع النواحي كان يحظى بشعبية كبيرة بين أهل مكة مقارنة بأقرانه. كان محبوبا بأخلاقه الجميلة ورفاهه غير المسبوق والهدوء والنعومة والدول المتفوقة الأخرى. الناس مفتونون به بسبب هذه الظروف. لقد أعطاه أهل مكة لقب الأمين الذي يمكن الاعتماد عليه دائما بسبب الصدق والموثوقية المدهشين اللذين رأوهما. وهكذا اشتهر بهذا الاسم في شبابه. في سنوات شباب النبي مر العرب بجهول مظلمة من الجهل. كانت عبادة بتة وشراب والقمار والزنا والفوائد والعديد من الوظائف القبيحة الأخرى شائعة بينهم. كان نبينا الحبيب يكره هذه الأشياء السيئة ويبتعد دائما عن كل شر. كل أهل مكة عرفوا حالته واندهشوا. لم يقتربوا منهم قط لأنه كره للأصنام بشراسة. لم يأكل قط لحم الضحايا المذبوح من أجل الأصنام. في طفولته وشبابه كان يولد خرافه في وحول جبل سياد ويكسب رزقه. بهذه الطريقة سيبتعد عن العديد من الجمعيات الفاسدة. مرة واحدة النائمون لا يوجد أنبياء من غير الخراف كما أمر يا رسول الله. وأنت أيضا يقولون نعم أنا كذلك. عندما كان نبينا الحبيب في العشرينات من عمره ونزعج النظام العام في مكة بالكامل أصبح الاضطهاد شائعا للغاية. لم يكن هناك أمن للممتلكات والحياة والشرف. كان سكان مكة الأصليون ظالمين واضطهاد الأجانب الذين جاءوا لزيارة الكعبة والتجارة. لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من الاضطهاد العثور على مكان لتقديم طلب للحصول على حقوقهم. في غضون ذلك أخرج ملكي اسمه بن فيل قصرا بضائع تاجر يمني جاء إلى مكة لأغراض تجارية. عند هذه الحادثة صعد يمني إلى جبل أبو قبيس وصرخ وطلب المساعدة من القبائل. في مثل هذه الأحداث مشيرين إلى أن الاضطهاد وصل إلى أعلى مستوى اجتمع أبناء هاشم وزهر وزعماء القبائل الأخرى في منزل عبد الله بن كودان. قرروا عدم الاضطهاد والظلم لأي شخص محلي أو أجنبي لمنع الاضطهاد وأخذ حقوق أولئك الذين عانوا من الظلم. ولهذه الغاية استسوى مجتمع العدالة. هذه الجمعية التي حضرها نبينا الحبيب في سن مبكرة كانت تسمى إيجيل فالفودل. تم إنشاء هذه الرابطة من قبل شخصين يدعى فضل وواحد يدعى فضل. تم تسمية هذا الاسم بعد الجمعية التي أنشئوها من قبل هذا المجتمع منع الاضطهاد وأعاد بناء النظام العام الذي تضرر في مكة. استمر التأثير لفترة طويلة. بعد إعلان النبوة لسيدنا قال الرسول له لأصحاب الإيجار لقد لاحظت في منزل عبد الله بن كودان هذا العقد محبوب من امتلاك الجمال الثروة ذات الشعر الأحمر. الآن أنا مدعو إلى مثل هذا البرلمان. في الواقع كان الإسلام شيئا جيدا لتحقيق الحق وإنقاذ المظلومين. هو قال حلم حضرة هاديس عندما كان نبينا الحبيب في 25 من عمره زادت رزقه في مكة. لهذا السبب أعد المكيون قافلة تجاريات كبيرة للذهاب إلى دمشق. في هذه الأيام قدم أبو طالب عرضا لسيدنا ابن أخي العزيز. وصل الفقر إلى حده النهائي. هذه السنوات الأخيرة التي قضيناها مع المجاعة والنضال لم تترك أي شيء في أيدينا. هنا قافلة قريشي على وشك الانتقال إلى دمشق. سوف ترسل أحد صحة أيضا للبضائع مع القافلة. إنها تبحث بالتأكيد عن أشخاص موثوق بهم للقيام بهذه المهمة. بالتأكيد يحتاج إلى شخص واثق ونظيف ومخلص مثلك. ماذا تقول إجابة نبينا عليه أفعل ما تريد عمو؟ كانت حضرة هاديس كانت سيدة ذات جمال كبير في الجزيرة العربية بجمالها وممتلكاتها وعقلها وعفتها وحلمها وأدبها.
لهذا السبب كان هناك الكثير من الناس الذين طالبوا وطالبوا من جميع الجهات، ولكن كحلم لم يثني على أي شخص. في حلمه نزل القمر من السماء ودخل إلى حضن، خرج ضوء القمر من مقعده وأضاء العالم كله. في الصباح أخبر هذا الحلم قريبه فريك بن نفل. هو قال: نبي الحضير جاء إلى الجسد يتزوجك ويكشف عنه في زمانك. نور دينه يملأ العالم، ستكون أنت من يؤمن أولا. إنه من النبي وقريش وبني هاشم. كانت حضرة هاديس مسرورة بهذه الإجابة وبدأت في انتظار وصول النبي. ذهب أبو طالب وشرح الوضع لنبينا حديث. على هذا دعا حديث صالح رسول الله إلى منزله لرؤية والتحدث. عندما تم تكريم سيدنا قدم الكثير من الاحترام والاحترام. رأى لطف النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة النقية ودهش. قال الرسول له لسيدنا: أعلم أنك صادقة وموثوقة وآمنة وطيبة، سأدفع أكثر مما أدفع لأي شخص مقابل هذه الوظيفة. لقد علم نبينا هاديس علامة النبوة من فارك بن نيفل ابن عمه وهو مسيحي مطلع. خلال زيارة سيدنا هذه حدد الصفات النبوية عليه، ثم قام بتجهيز أجمل جمله المستحق للسلاطين. قال لميسر: ضعه على هذا الجمل باحترام كبير وخذ ابتلعه في يدك وتعرف نفسك خادم تلك العبادة. لا تفعل أي شيء دون إذن وحمايته من الخطر، لا تدخر حياتك. دعونا لنخجل على أرض الهاشميين، إذا فعلت ما قلته بالضبط فسوف أحررك وأعطيك ما تريد. تم تجهيز القافلة وتجمع المكيون في حشود كبيرة ليدعوا أقاربهم. كان هناك أيضا أقارب نبينا الحبيب وأعمام وشيوخ الهاشميين. كانت عمة نبينا منزعجة جدا، صرخت وبكت لأنه لم يجد هذا الواجب مناسبا للرسول الله. يا عبد المطلب، يا عبد الله، انهضي من قبرك، ادر رأسك إلى هذا الجانب وشهد شكل هذه البركة وأعرب عن الماء. تدفقت الدموع من أعين سيدنا: لا تنساني، لا تنساني الوداع، إنه نبي هذه الأمة. رأى أولئك الذين في القافلة الذين يسيرون في اتجاه دمشق أن نبينا الحبيب أرسل الرحمة للعوالم، سحابة وطائر، ملاؤكان على شكل طائر، كانوا يرتجفون معه حتى انتهاء الصلاحية. بعد أن تعب من السير على الطريق وبعد أن يصل الإبل المتبقيان من القافلة إلى أقدامهم بأيديهم، عندما رأوا أوضاعهم الجميلة مثل الركوب الجمال، أدركوا أنه سيحبه كثيرا. عندما وصلوا إلى المكان المسمى بصرة، بقوا مرة أخرى بالقرب من الدير هناك. العديد من العلامات التي رآها، فهم وقوا لأنه سيكون النبي الأخير، الكاهن بهيرامات، وتم استبدال شخص آخر يدعى ناستوراً. عندما رأى القس ناستوراً، الذي اقترب من الدير وشاهد قافلة قريش، شخصاً يجلس تحت شجرة جافة بالقرب منه وينمو في تلك اللحظة الخضراء، من هو الشخص تحت تلك الشجرة؟ طلبت ميسير وقال: هذا شخص من أهل الحريم ومن قبيلة قريشي. كاهن؟ قال: لم يجلس النبي إلى تحت هذه الشجرة. بعد رؤية علامة أخرى قال: سيكون هذا آخر نبي ورد في الكتاب المقدس. ماذا لو وصلت إلى الوقت الذي أمر به في النبوءة؟ بينما كان سيدنا يبيع بضائع هاديس هاتون في سوق بصرة، يهودي: عندما أقول أقسم بالأوثان لتندزت، لن أقسم أبدا باسم هؤلاء الأصنام. عندما أمر بهم أدير وجهي إلى جانب آخر. اليهودي الذي رأى فيه الآيات الأخرى قال: الكلمة هي كلمتك، والله هذا الشخص نبي. وعبر عن أعجبه: لقد وجد علماؤنا هذا في الكتب. حفظ ميسر كل ما رآه وسمعه عن رسول الله في ذهنه، وكان أعجبه به يتزايد تدريجيا. في قلب ميسر كانت هناك محادثة رائعة مع سيد العالمين. الآن كان يخدمه بكل سرور واحترام، محققا أصغر آياته بحب كبير. تم بيع البضائع، وكانت أرباح نبينا أكثر ربحية من أي وقت مضى. بدأت القافلة في الدوران.
عندما وصلوا إلى موقع ميرزيرن، عرض ميسر على نبينا العزيز أن ينقل الخبر السار إلى مكة، كما قبل سيدنا القبول، وترك القافلة والركوب جملة نحو مكة. جاء هاديس إلى قصر صلاحيتنا وشرح الوضع. لقد أسره بالإنجيل الذي أعطاه. بعد فترة، دخلت القافلة مكة. أخبرنا ميسر، حزرتي حدس، عن صحة خلال الرحلة الواحدة تلو الأخرى. تدخل النبي في اللغة بقدر ما عاد. عرف حضرتي هاديس هذه، لكن هذه الكلمة زادت قريبة. إلى ميسر، لا تخبر أحدا بما رأيته، قال له. أخبرتنا حدس صالحة فرق ما كان يحدث. هو، وقال، يفهم من روايته أن يا هاديس نبي هذه الأمة. كان نبينا يبلغ من العمر 12 عاما تقريبا حتى بصره للتجارة مع عمه أبو طالب عندما كان عمره 17 عاما مع عمه زبير واليمن إلى دمشق في سن 20 ودمشق لبيع سلع حضرة هاديس في سن 25. ذهب في رحلة 4 مرات. لم يسافر قط إلى أي مكان آخر بخلاف رحلاته. الزواج من حضرة هاديس صحيح نبينا صلى الله عليه وسلم عندما تلقى الأخبار السارة من فرق بن نفل أن ربنا سيكون نبي هذه الأمة. كانت امرأة فخر وتميل إلى تكريمه بخدمته، ولكن كيف يحدث هذا؟ من سيصنع سيارة؟ استشعر نفيس بن منيا هذا الوضع والتداخل، وبهذه النية وصل رسول إلى حضرة شاشتي وسأل: يا محمد، ما الذي يمنعك من الزواج؟ أجاب نبينا: ليس لدي ما يكفي من المال للزواج يا محمد. إذا كنت تريد أن تتزوج من كتكوت عفيف ومحترم ومملوك وجمال، فأنا مستعد لخدمتك. من هو هذا الفرح؟ حدس بنت هو حيوفيلد. إذن من يفعل هذا؟ عندما سئل نفيس: سأفعل هذا العمل، قال، وتركوا سلامهم. وصل مباشرة إلى حضرة هاديس.